مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم حق عند مين. حق عند مين النهارده هيعرض لنا كذا فقره. اول فقره هنعرضها هتكون تهنئه، وبعد كده هنتكلم شويه على الشركه البورسعيديه. ولكن قبل ما ابدا عايزه اقول لحضراتكم كل سنه والساده المشاهدين بخير بمناسبه مولد النبوي الشريف. هتكلم بقى عن الشركه البورسعيديه، ولكن أول نقول تهنئة خاصة من برنامج حق عند مين ومن فريق العمل إلى الحاج سعيد الحلواني بمناسبة افتتاح فرعه الثاني بمحافظة القليوبية، مطعم ومصمت عالم الكوارع. ألف ألف مبروك حاج سعيد، وربنا يجعله فتحة خير عليك، ويبقى الفروع بتاعة عالم الكوارع على مستوى أنحاء الجمهورية، وإن شاء الله يكون فتحة خير على حضرتك. نرجع نتكلم عن الشركة البورسعيدية وعن المهندس ياسر نور الدين رئيس مجلس الإدارة. منذ تولي المهندس ياسر نور الدين في طفرة إيجابية كبيرة جدا جدا في شركة البورسعيدية للإنشاء الهندسية وأعمال المقاولات. المهندس ياسر فتح أبواب كتيرة قوي بالنسبة لمجال العمل في مجال المقاولات، بالنسبة للسادة المقاولين ان هو اداهم صلاحيات ان هم يقدروا كل واحد عاوز يجي يتعاقد مع الشركة يتفضل يتعاقد معاها، ولكن مع فتح فرص ايضا للشباب ان هم يقدروا يفتحوا مشاريع صغيرة، بان تقدر الشركة البورسعيدية تساند المقاولين والمهندسين المبتدئين في الاعمال الهندسية والبحرية. المهندس ياسر نور الدين احنا اتكلمنا معاه كفريق البرنامج وقلنا له باشمهندس عايزين ناخد فكره اكبر واكتر من كده، والساده المشاهدين يتعرفوا اكتر عن اعمال او ما يخص الشركه البورسعيديه للاعمال الهندسيه. طبعا احنا هنعرض لكم فيديو عن مختصر عن الشركه واعمال الشركه والمجالات اللي بتعمل فيها الشركه من خلال المهندسين العاملين داخل مقر الشركه. هنخرج فاصل ونرجع لكم تاني. بنستأذن حضرتك انا وشباب الشركه النهارده عايزين نعرض لحضرتك رؤيتنا وحلمنا للشركه في تطورها في المستقبل ان شاء الله. ممتاز، رؤيه الشباب في الحلم والتطوير، اتفضل. احنا هنا حريصين على تنفيذ رؤيه الشركه الجديده، الشركه اللي بتهدف للمنافسه في السوق العالمي وجلب عمله صعبه، وخاصه في توريد الوحدات البحريه المصنعه من الالومنيوم. في 2010 تم تاسيس ورشه الالومنيوم بالشركه، وتشرفت ان اكون واحده من التيم اللي شارك في تاسيسها واضافه مجال عمل جديد في الشركه، وفي وقت قياسي قدرنا نحقق نجاح واصبحنا تقريبا رقم واحد في مصر وفي الشرق الاوسط بتصنيعنا اكثر من 60 وحده بحريه من الالومنيوم وباعلى جوده. وبالفعل بيتم العمل حاليا على التطوير بانشاء ورشه جديده مساعده للورشه الاساسيه لاستيعاب المشاريع الجديده اللي بدات في 2023 بالتعاقد على بناء وتوريد 27 لانش الومنيوم طراز بحار. تستهدف الشركة في رؤيتها المستقبلية زيادة مساحة الرصيف البحري، وذلك لزيادة استيعابها من الوحدات البحرية المصنوعة من الحديد، ويتم ذلك بالتوازي مع إنشاء ورشة جديدة لبناء وإصلاح الوحدات البحرية المصنوعة من الألومنيوم، بالإضافة للورشة الموجودة سابقا بورشة بالقطاع الجنوبي. كل ده بيتم بالتوازي مع زيادة كفاءة العاملين بالشركة سواء بالتدريب أو استخدام معدات أحدث وعدد شخصية برضو بتتوفر للناس بطريقة أحدث. نجاح الشركة في مجالاتها المختلفة مدعوم بتطوير مستمر في إدارة تكنولوجيا المعلومات، الإدارة اللي من خلالها قدرنا كمرحلة أولى نعمل شبكة معلومات بتربط كل إدارات الشركة وكل الأجهزة وكل فروع الشركة في بورسعيد وبره بورسعيد. ولأن من الأهداف الأساسية لإدارة تكنولوجيا المعلومات تحسين اداء الاعمال وسرعه انجاز الاعمال باستخدام التكنولوجيا، فاحنا حاليا كمرحله ثانيه جاري العمل على انشاء اي ار بي سيستم لدعم الاداره في اداره الموارد الماليه والبشريه والغاء النظام الدفتري. اداره تكنولوجيا المعلومات دايما بالكفاءه المناسبه لمواجهه كل التطورات والتغيرات العالميه السريعه اللي بتحصل في مجال التكنولوجيا.
النشاط الرئيسي للورشة هنا إنشاء وبناء الوحدات النارية، وكذلك عمل الإصلاحات اللازمة للوحدات المتواجدة بالبحيرة، حيث تمثل هذه الوحدات في الصنادل الخاصة بنقل البضائع والجرارات والقطارات والوحدات السياحية. تم عملية الرفع في الورشة هنا باستخدام طريقتين، الطريقة الأولى طريقة الرابر تيوب الوسائد الهوائية، والطريقة الثانية باستخدام الحوض العام المتواجد أمام السد العالي. الهيئة هنا الورشة هنا فيها إمكانيات ومعدات تؤهلها بالعمل بجميع القطاعات المعدنية بالسوق المحلي، حيث نمتلك ماكينة مخرطة وماكينة درفلة وماكينة سن وماكينة قص تعمل حتى سمك 13 ملي، وكذلك الماكينات الخاصة بأعمال النجارة وغيرها. نظر الاتجاهات السياسية الحالية بالاهتمام بالنهر النهري أدى إلى تفاعل سريع من الشركة بإعادة تشغيل فرع الشركة بالحوامدية على نهر النيل للمشاركة في المشاريع القومية للاقتصاد النهري بصدد بناء اتوبيسات تابعة لهيئة النيل العام. يعمل فرع الشركة بالحوامدية على بناء وصيانة وتطوير وتخريج جميع الوحدات النيلية. هدف فرع الشركة خلال العام الحالي بناء عدد 4 ذهبية بطول 55 متر، وبناء 2 قاطرة بطول 18 متر، وصيانة عدد 4 صالات جر، وبناء عدد 7 اتوبيسات تابعة لهيئة النيل العام. يمتلك فرع الشركة الإمكانيات اللازمة لبناء وصيانة وتطوير وتخريج جميع الوحدات النيلية. تم تطوير عملية رفع الوحدات من استخدام الأزق البلدي لاستخدام الوسائد الهوائية لسهولة عملية الرفع والإنزال. تم تطوير نظام العمل بإدارة التكاليف بالقطاع المالي بشكل يضمن إحكام الرقابة على جميع بنود التحميل والصرف على الوحدات المختلفة. في البداية تم تطوير نظام حصر وتحميل ساعات العمل بالتعاون مع القطاع الهندسي، وتم تطبيق هذا النظام على جميع فروع الشركة، مما أدى إلى دقة توجيه ساعات العمل على الوحدات وتقليل نسبة الخطأ والانحراف في تحديد تكلفة كل وحدة. وأيضا تم تطوير برنامج لإدارة المخزون السلعي للشركة، ومستهدف تطبيقه ابتداء من العام المالي القادم. قامت الشركة باستغلال أصولها المالية عن طريق التنافس بين البنوك للحصول على أفضل عائد وأفضل مزايا، مما ساعد الشركة إلى رفع سعر العائد من 8% إلى 23.5%، مما ساعد على زيادة استخدام الأمثل لأصول الشركة. الإدارة القانونية إدارة مستقلة فنيا عن إدارة الشركة، وتعدي جهاز من الأجهزة المعاونة للسيد المهندس رئيس مجلس إدارة، والتي قام بدورها بصياغة العقود والتعاقدات الجديدة للعامين القادمين، والتي بلغت قيمتها بما يقارب 2 مليار جنيه، بصياغة العقود الخاصة بتطوير موقع الشركة في الحوامدية وأسوان، وذلك بافتتاح ساحات رفع نهرية جديدة، والتي إن شاء الله تؤدي إلى زيادة حجم الإيرادات وفتح آفاق عمل جديدة بالشركة. وبجانب الأعمال البحرية، تعتبر الشركة البورسعيدية من الشركات الرائدة في مجال إنشاء وتصنيع وتركيب الخزانات المعدنية الكبرى اللي تتجاوز ساعتها 100,000 متر مكعب، اللي ساهمت في كبرى المشاريع التنموية في الدولة من محطات كهرباء ومشاريع تخزين المواد البترولية في شركات البترول، وتركيب خطوط المواسير والكباري المعدنية والمنشآت على أعلى معايير من الجودة، بالاستعانة بورشنا من العاشر من رمضان، وجاري حاليا تطوير ورش العاشر من رمضان وتوسعتها لتتمكن من زيادة قدراتنا الإنتاجية لتتواكب مع حجم المشاريع التنموية التي تقوم بها الدولة حاليا. وده من ضمن أهدافنا لتصبح الشركة البورسعيدية من الشركات الرائدة في أغلب مجالات تنمية الدولة. وإيمانا منا بأهمية المشروعات التنموية اللي بتقوم بها الدولة الفترة دي، قمنا باستحداث مجالات جديدة بالشركة، منها أعمال التكريك اللي بتوصل فيها حجم الأعمال ل 300 مليون جنيه، وأعمال أحواض الاستزراع السمك اللي حجم الأعمال فيها بيتم 90 مليون جنيه، وكذلك إنشاء أحواض الترصيد الخاصة بالحوض رقم 22 بشرق القناة بإجمالي 100 مليون جنيه، وتركيب الرادارات الجديدة على طول خط القناة سواء إنشاء جديد أو أعمال صيانة. وده بجانب الأعمال الإنشاءات المدنية اللي بتقوم بيها الشركة في الوقت الحالي، من إنشاء أرصفة، إنشاء جمالات معدنية، إنشاء ورش خاصة بترسانة بورسعيد البحرية، إنشاء ورش خاصة بشركات الرباط. ده جميع الأعمال المدنية اللي بتقوم بيها الشركة في الوقت الحالي. هو ده الحلم والتطوير اللي عايزين نوصل له بالشركة في المستقبل إن شاء الله. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، وشوفنا الأنشطة اللي بتقوم بيها الشركة البورسعيدية للأعمال البحرية. شوفنا أنشطة جميلة قوي قوي، عملت طفرة حلوة قوي الفترة من منذ تولي مهندس ياسر نور الدين رئيس مجلس الإدارة. أنا عايزة أقولك يا باشمهندس بالتوفيق ودايما للأمام، والطفرة اللي حضرتك عملتها في الشركة واضحة وملموسة وملحوظة، وعرضناها عندنا علشان الناس كلها تعرف الإيجابية اللي وصلت ليها الشركة البورسعيدية للأعمال البحرية.
البحرية. عايزة برضو من خلال الحلقة بما أن احنا بنتكلم على الأعمال والمقاولات، أنا عايزة أحيي المقاول أو رجل الأعمال الحاج توفيق عبد الحفيظ على أنه هو بيسعى وبينهض أيضا في عمل المقاولات بأنه بيستثمر بعض الأعمال في الشركات المتعددة، وأيضا معاه مجموعة من الشباب المبتدئين. هو أيضا من نفس الموضوع ونفس نهج المهندس ياسر أنه بيشجع جميع الشباب على أن هم يبدأوا عملهم بمساعدة طبعا أعماله، لأن هو عنده اللوادر أو أعمال الحفر كلها الموجودة عنده بيقدر يساعد بها الناس. أنا بشكرك جدا وبشكر باشمهندس ياسر، ربنا يوفقك يا رب. عاوزين بقى ندخل لفقرة مهمة جدا جدا بالنسبة لحقي عند مين. دايما بنقول حقي عند مين بيدور على انه يرد الحقوق او يعرفك ازاي توصل لحقك من خلال الضيوف المحترمين اللي موجودين معنا. معايا ومعاكم النهاردة حضرة العمدة ايمن، عمدة قرية عرب ابو عيد بمحافظة القليوبية، عرب الغديري بمحافظة القليوبية، ومعايا الحاج عبد السلام خليفة أيضا قاضي عرفي. احنا هنتكلم معهم النهاردة في أسئلة جات لي في البرنامج كتيرة جدا تخص العرف، ولو قدرنا النهاردة نقول عدد كبير قوي من الأسئلة يبقى الحمد لله، ما قدرناش هنكمل إن شاء الله في حلقة جديدة وانتوا هتتابعونا. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا باشمهندس، زي حضرتك. أول كده في البداية حضرة العمدة، أنا جاني سؤال بيقول هل القضاء العرفي معترف به قانونيا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضراتكم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. القضاء العرفي معترف به قانونا لان هو عقد اتفاق. تمام. الطرفين بيقعدوا ويكتبوا محضر مشرطه التحكيم جلسه عرفيه والاثنين بيبقوا ماضيين عليه. تمام. فده بيعتبر عقد اتفاق والعقد شريعه المتعاقدين. في حال انهم مضوا على الحكم والحكم بيروح المحكمة بتعترفه لأنه بالاتفاق بين الاثنين ارتضوا الكلام الموجود فيه والعقد شريعة المتعاقدين والمؤمنين عند شروطين، فالمحكمة مش هتراجع يعني معترف به قانونيا يعني في القانون معترف به بأن هم بيلجأوا بعد كده للمحكمة، معترف به قانونيا وبيروح ياخدوا عليه صيغة تنفيذية من المحكمة والقاضي بيدي لهم صيغة تنفيذية، وفي مادة في القانون بتنظم الحلول العرفية القضاء العرفي. تمام. باشمهندس عبد السلام خليفة، هنا في سؤال بيقول في حالة الاتفاق على الحكم، تمام، بما أنكم أنتوا قضاة بيبقى في جلسة اسمها أو غرفة المداولة، حضرتك بتطلع للحكم للناس الموجودين او اللي في نزاع ما بينهم لانهاء هذا النزاع بان حضرتك بتحكم حكم. طيب في حاله ان احد الاطراف معترض عن الحكم، حضرتك بتقول له ايه او بتعمل ايه؟ ايه الاجراءات المتبعه لذلك؟ والله انا ما بجبرش اللي قدامي على انه يقبل حكم. تمام. لان الجلسه اجتمعت برضا الاثنين. وباختيار محكمين الاثنين. وباختيار المكان المجلس اللي هينعقد في الجلسه. فانا بشرح له الموضوع، بحاول افهمه. تمام. الحكم ده جه ازاي واسبابه ايه؟ اذا لم يستجيب ما بفرضوش عليه، ينقل الجلسه في مكان تاني. بمحكمين تانيين بالتالي. انا عندي هنا بس يعني اعتراض، وده سؤال انا بواجهه فعلا كتير جدا على ارض الواقع، وهو إن حضرتك بتقول ينقل الجلسة في مكان تاني. طيب أنا هنقل الجلسة في مكان تاني وإنتم قضاة عرفيين كل تحكيمكم أو كل آرائكم بتوصلنا إلى حل، هل لما نقله في مكان تاني هل الحكم هيكون مختلف؟ أكيد لا. ما هو ده اللي أنا ليه حضرتك؟ لأن أصل الأحكام العرفية مستبدة من الشرع ولا تخالف القانون. تمام. أي حكم بيصدر اولا يجب ان اللي قاعدين محكمين عارفين دلوقتي يعني ناس فاهمين. تمام. فاهمين قانون وفاهمين شرع. اما يجي يحكم حكم طبقا لنص الماده 27 من قانون 94 على الا يخالف الا تخالف الاحكام العرفيه نصوص القانون. تمام. ولا الاحكام الشرعيه. اذا ما خرجتش من المحورين دولت انت مش من حقك الاستئناف. واذا استأنفت من حق صاحب المكان
انه استئناف لك من حقه انه يلغي الجلسه خالص. يعني حضرتك بتقول اللي هو رافض الحكم بتقول له روح حكم في مكان تاني، تمام؟ يعني حضرتك بتقول له كده وعارف ان هو هيرجع لنفس الحكم. يعني بس انت بتحاول تهدي يعني، او انت عشان هو يقتنع. اصلا انا ولا جهه تنفيذيه ولا جهه قضائيه. تمام. انا جهه عرفيه بالفضل، بحكم بين الناس وبرضا. ولكن على الاقل احكام العرف تخالف القانون ولا تخالف الشرع. تمام. حضره العمده ايمن ابو عيد، دلوقتي حضرتك شايفين ان كثره جرائم القتل والبلطجه كترت قوي في الوقت الحالي، وكترت بطريقه مش طبيعيه. بقينا نصحى على حد قتل، واحد سمى حد، مش عارفه مين ضرب مين. المخدرات هل ليها دور كبير في الموضوع ده؟ طبعا طبعا. هو احنا بقينا في زمن لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه. وبقى جرائم القتل بتحدث لأتفه الاسباب. تمام. ماشي. منها شق المخدرات، ومنها شق خلافات الجيره. الناس ما بقتش عارفه حقوق الجار ايه. تمام. ولا عارفه حقوق صله الارحام ايه، ومعظم صله الجوار في القرى هي صله ارحام، صله جوار وصله ارحام. يجي المشكله على ان طفلين اتخانقوا مع بعض، تتدخل الحريم، يتدخل الرجاله، تقوم المشكله. يا قتيل. صح. يا قتيل. عندنا القتل طبعا كسر بشكل كتر بطريقه بصراحه مش طبيعيه. والمواقع والسوشيال ميديا. طيب. يعني كل يوم ما كناش نشوف ثلاث اربع جرائم قتل. وما الاسباب؟ اسباب تافهه. تمام. يعني اسباب القتل ايه؟ اسباب تافهه جدا وما ينفعش. واقول لحضرتك على حاجه، هو طبعا الدور الكبير تراجع، دور كبير القريه، كبير العيله، كبير تراجع من بعد الثوره 25 يناير اللي تم فيها اهانه الرموز. فبالتالي تراجع دور الكبير. كان المشكله بتحصل في القريه الاول، كان بيتدخل على طول كبير العيله ويفضها. فالنهارده ما بقاش في حد يتدخل يحل المشكله في بدايتها. المشكله أيوة. المشكله لو اتلحقت في البدايه فعلا ماشي، ربنا بيلطف بالناس. طيب ترك الامر، غمضت عينك عنها شويه، بتحصل الكارثه الكبيره. وربنا سبحانه وتعالى اللي قال كده، اعوذ بالله من الشر الرجيم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ثم ربنا مش ممكن يهلك قريه فيها ناس بتصلح ابدا. تمام. فاحنا عاوزين يعني نوسع دور الصلح بين الناس في القرى، يتعمل لجنه في كل قريه، لان المشاكل زادت بشكل مش طبيعي. واحنا شخصيا ما بقناش قادرين ولا ملحقين ان احنا نحل بين الناس وبعضها. فالمفترض ان احنا يتعمل في كل قريه تحت اشراف عمدة القرية، تحت اشراف مركز الشرطة، ويتعمل لجنة فض ونزعات. طب حضرتك كل بتقول اقتراح حلو، تلحق المشكلة في بدايتها. طيب الاقتراح ده ليه ما نفذتوش؟ يعني حضرتك بتقول اقتراح اهو، اقتراح كويس جدا جدا، ولا الاقتراح ورد عليك دلوقتي؟ الاقتراح هو خطر في بالي طبعا من فترة. ولكن هو الموضوع لازم الدولة تتبناه. تمام. أجهزة الأمن تتبنى هذا الموضوع، لأن يعني لولا الجلسات العرفية أو جلسات الصلح بين الناس، المحاكم كانت ضجرت بالمتهمين. صح. والسجون كانت ضجرت، كان يعني ايه، انا دايما اقول في برنامجي عن الدوله بالظبط، دايما اقول في البرنامج جدا. ان فعلا القضاء العرفي له دور على ارض الواقع، وهو تخفيف اعباء القضاه اللي هم بتوع المنصه. من القضايا والحوادث. واللي بيحصل عندنا. فاحنا بنقترح على كل من يهمه الامر ان يتم تشكيل من خلال الاجهزه الشعبيه والمحليه والتنفيذيه في المحافظات، عمل لجنة صلح في كل قرية عرفية. أول ما المشكلة تبدأ يروح يجيبوا الناس ويصلحوها. مشكلة بقى خلافات جيرة، خلافات شوارع، خلافات أرض زراعية، خلافات عائلية، خلافات مراس، خلافات زوجية، والجيرة والأهل، أي مشكلة. تمام. لو في لجنة صلح في كل قرية، ان شاء الله الامور كلها تتحل، وما توصلش ابدا. مش ممكن يحصل قتل، مش ممكن. ايوه. لان المشكله هتتلاقي في بدايتها وتنحل. مفيش مشكله ملهاش حل. مفيش مشكله ملهاش حل، بس لازم اللجنه يتم اختيارها بعنايه، ناس يكون نفوسها صافيه، ناس تكون بتحب الخير، ناس تكون يعني تعلم جيدا ان مفيش اجر عند الله سبحانه وتعالى اعلى من اجر صلح ذات البين. صح. يعني مفيش اجر يعادل. قال صلى الله عليه وسلم: الا ونبئكم بما هو افضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: اصلاح ذات البين. وربنا اللي قال: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس.
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. تمام. فالناس وبعدين من خالط الناس وصبر على اذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على اذاهم. الصالح والمصلح، المصلح افضل من الصالح، الصالح خير لنفسه. صح. المصلح خير لنفسه ولغيره، بينفع المجتمع اللي هو عايش فيه. فاحنا لازم نهتم، لان المشاكل بتاثر على الفرد والمجتمع. والله هي المشاكل كترت وبرضه مدعيين القاضي العرفي كتر، بمعنى ان كل واحد دلوقتي لابس الجلابيه والعبايه بتاعته قال لك انا قاضي عرفي. الحاجات دي كلها شوهندس، انا كنت عايزه اكلم حضرتك في الموضوع ده، ان هو كتروا جدا جدا القضاة العرفيين لدرجة ان احنا ما بقاش فاهمين مين ده ومين ده ومين هيحل ما بيننا ومين هينهي المشكلة ديت. فالموضوع ده ملوش سيطرة ليه؟ مفيش ليه مثلا نقابة تخص القضاة العرفيين؟ بس حضرتك هو طبعا نقابة اهلية. هو حضرتك طبعا القضاء العرفي الناس اللي بتمارس هذا العمل يعني معظمنا كده، معظم اللي شغالين فيه يتوارثوه. تمام. سكت انا او العمده اي بدا متوارثين، ولكن هو لازم يبقى في عنده متوارثون. وبالنسبه للاهل يعني من الاهل ايوه علمونا تعلمنا وعرفنا، واحنا يمكن وسعنا، لان المشاكل اللي موجوده في العصر طيب. الحديث عكس المشاكل اللي كانت موجوده قبل كده، كانت خلافات بسيطه. طيب. النهارده احنا بنقابل مشاكل كبيره جدا، واحنا ما بنحيدش دور الدوله. دور الدوله احنا بنساعد دور الدوله. تمام. لان انا لو عندي قضيه قتل مثلا انا ما اقدرش احكم فيها اكتر من غير اني بصلح الاطراف. سواء بيقدموا ديه او كده انا بصلح الاطراف، لكن الشق الجنائي ده بتاع الدوله والمحكمه وشأنها. ايوه ايوه بتدي ليه عايزاه فيه، واحنا احكام العرفيه لا تخالف القانون ولا تخالف الشرع نهائي. الحاجه الثانيه لازم الراجل اللي قاعد عرفي يتكلم يكون عنده معلومه، عنده ثقه، عنده خبره وعنده خبره. أيوة. ومعلومه، ممكن يبقى عنده معلومه وما عندوش خبره. تمام. لاداره الجلسه. لكن ما اما يكون عنده معلومه هيدور مع الناس اللي هي شغاله قبل كده مره واثنين وعشره وعشرين وهيتعلم. تمام. وهيبقى جيد جدا. انما للاسف بيقابلنا حاجات دلوقتي احنا ما نقدرش نتكلم، لان احنا ما لناش قيود على الناس. ايوه. انا ممكن ابقى قاعد في جلسه وقاعد جنبي واحد يجهل عرفا وقانونا، ولكن مجرد انه هاوي عايز أيوة يبقى قاضي عرفي. ايوه شايف العمده ايمن بيحضر الجلسه، شايف الحاج حسام بيحضر الجلسه، شايف الحاج فلان بيحضر الجلسه، وبيقولوا بيعيدوا، الناس بتسمع كلامه، الناس تسمع كلامي ديت. انا ما بفرضش على الناس. ايوه طبعا. اولا في صيغه حب بيننا وبين الناس. في صيغه علاقه وادب واحترام بيننا وبين الناس وثقه، وبالتالي الناس بتقبل هذا الكلام. الحاجه الثانيه اما اخش في موضوع يعني ما فيش حد اكتر من يعني اكثر علما من حد. تمام. ولكن وفوق كل ذي علم عليم. تمام. طب حضرتك في اكيد ممكن يبقى في واحد اصغر مني سنا ولكن استاق منه معلومه انا ما قابلتنيش قبل كده. فالمهم ان انا اقعد واستمع وابقى جيد واقرا ويكون عندي فقه الشرعي. اكون الشرع عندي درايه فعلا وفقه. فقه العرف يرتكز على الفقه الشرعي قبل القانوني. تمام. ولكن احنا بنتمسك بالقانون وبنقرا قانون، يعني فينا ناس درس قانون. احنا ناس درس شرع. هو بصراحه المجال والكلام معاكم بصراحة ما كلام شيق جدا. وأنا قلت في بداية الحلقة أن احنا عندنا كلام دسم وكلام كتير قوي، وكنا عاوزين وقت أكتر من كده، ولكن إن شاء الله في حلقة تانية هنستكمل فيها جميع الأسئلة اللي جت للبرنامج مع حضرة العمدة أيمن أبو عيد عمدة قرية عرب الغديري، والحاج عبد السلام خليفة أحد القضاة العرفيين. بشكركم جدا جدا لحسن التواصل، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة. وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.